مع بداية العام الدراسي الجديد تواجه العوائل الكربلائية تحديات مالية تتعلق بتوفير الملابس والمستلزمات المدرسية التي باتت تشكل عبئا ثقيلا خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. طبعا مع بداية كل موسم دراسي تواجه العائلة العراقية أزمة تتمثل بارتفاع أسعار القرطاسية، ومع الأسف لم نجد حلول لهذه الأزمة التي تكلف العائلة الكثير من المبالغ. أنا واحد من الناس، عندي ثلاث أبناء، اثنين بمرحلة متوسطة وواحد بمرحلة ابتدائية. راح تكلفني مع بداية الموسم الدراسي تقريبا أكثر من 200,000 دينار مبالغ للقرطاسية. راح يصير إرباك شوية بالسوق والأسعار أيضا، فإحنا نطالب يعني الدولة هي اللي توفر الكتب والقرطاسية للناس حتى شنو تخف عن أعباء عن المواطن العراقي. ويشير أصحاب محلات الملابس والقرطاسية إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار متعددة، منها زيادة الرسوم الجمركية وجشع بعض التجار في ظل الإقبال المتزايد. المواد صعدت، كل كارتون أقل شيء يعني هسه الجلاد أخذته قبل شهر ب 43 من الشارجة، هسه بالمتنى ب 53، مو هذا الخميس، الخميس اللي قبله يعني 10,000 دينار اقل شيء الكرتون صاعد. بيها مضاربات بالاسعار، يعني بضاعه يعني تجار بيناتهم يتضاربون بالاسعار. لاحظ انه اكو غلاء بالاسعار بالملازم المدرسيه القرطاسيه. طبعا اكو جشع من قبل بعض التجار. نحاول انه احنا نخفف من هاي المعاناه بعض العوائل المتعففه، ونتمنى من الجهات المختصه مراقبه هذه الفتره خاصه بدايه المدارس العام الدراسي بمراقبه الاسواق المحليه على عدم الغلاء وعدم الجشع من قبل بعض التجار. تشكل التكاليف المتزايدة للمستلزمات المدرسية تحديا كبيرا أمام العائلات ذات الدخل المحدود، ما يؤثر بشكل مباشر على قوت حياتهم اليومي. من كربلاء المقدسة أنور العقيلي، آسو مريا.